مساء الخير. مساء الخير. اسم حضرتك؟ وليد. وليد متزوج؟ نعم. وين بيتك وليد؟ تاجي. بالتاجي. زوجتك تغار عليك لو لا؟ نعم. متزوج واحدة لو اثنين؟ لا واحدة. واحدة. شنو رأيك فكرة الزواج الثاني؟ توافق؟ والله فكرة جيدة. حلو، فكرة جيدة. اوكي. تقبل تتزوج على زوجتك؟ لا ما اقبل. زين، احنا عندنا برنامج عريسنا قدها، نسوي مقلب بزوجتك، تقبل لو لا؟ تنجلط. 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 يعني ما توافق؟ لا ما وافق.